على المزايدين على مصر وأقوى رد على المتربصين. ما كانوا يريدونه لنا لم يحدث ولن يحدث. بالتأكيد هذه الزيارة لها رسالة هامة جدا. رسالة تؤكد عمق العلاقة الأزلية بين مصر وإيطاليا، وأن قضية ريجيني مهما حاول أعداء البلدين، مهما حاول المزايدة عليها وتوجيهها للضرر لمصر وإيطاليا لم يفلح بذلك، بل فشلت كل محاولاتهم أمام هذه الزيارة التي نراها الآن. لقد عقد هذا المؤتمر بناء على طلب السيد إيجينيو بندنتي، لأنه أراد أن يتحدث مع شعب مصر، أراد أن يوجه رسالته لكل مواطن مصري بل وكل مواطن إيطالي. ليؤكد لهم مدى متانة وقوة وعراقة وحضارة العلاقة بين البلدين. ولذلك نحن الآن من خلال هذا اللقاء ننتظر الكلمات الهامة التي سوف يلقيها علينا السيد إيجينيو بندنتي من خلال زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية التي زارت كل من إيطاليا والفاتيكان مؤخرا، والنتائج التي ترتبت على هذه الزيارة، وإطار وجدول العمل المشترك، وبرنامج التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا بين الشعبين على وجه الخصوص قبل أن يكون بين الحكومتين. كيف سيكون البرنامج؟ هذا ما سنستمع إليه، وهو ما سنكون إن شاء الله له منفذين بشكل جيد يتناسب مع قوة ومتانة وحجم هذه العلاقة.